تعد وجبة التنور أو الميقعة من أشهر الوجبات الشعبية التي تميزت بها محافظة الأفلاج عن غيرها، حيث تلقى إقبالاً كبيراً من قبل الأهالي والزوار في الأعياد وبعض المناسبات الخاصة. بداية يوم جديد بالنسبة لهذا الرجل الذي يعمل على إعداد الأكلات الشعبية في الأفلاج. عبد الله الدقل يحب صنع هذه الأكلة التي تعلمها من والدته قبل أن ترحل قبل عدة أعوام. تفاصيل مكان يذكره بها، فهذا تنورها وذاك جدارها التي تتكئ عليه. أيوة، هذا التنور طال عمرك تنور الوالدة الله يرحمها ويقوم تروح الجنة إن شاء الله، وأنا طال عمرك كنت أول أساعدها. هذا خلاني طال عمرك اللي أجيد الطبخة هذه، كنت أصلح يعني أنا غلطان ما أصلح شيء يعني ما أتقنه بشكل مطلوب. أي ومع الزمن ومع تقولك الوالدة زمان كل أصلاً ما أشتغل مع الوالدة أصلاً ما تبين أشتغل معها، بس أنا ألح وجهي كل اللي أسويه كله أصلاً غلط في غلط. لما يعني ألحت أنا في كنت أعجب معها هي ساعدها في كل هو مطلوبة عندنا أصلاً، ولا تقول لا أسوي لا تشتغل راح روان أمك ليش بكيت كيف تذكرتها. يحاول عبد الله بجلد أن يبتعد عن ذكريات الحزن ويبدأ بجمع الحطب ليضعه داخل هذا التنور ليبدأ في تحضير الأكلة الشعبية الشهيرة في الأفلاج والمعروفة باسم الميقعة. دقيق وسمن يشكل ككرات من العجين لتوضع بداخل التنور، ويتم تقطيع هذا القرص ووضعه في إناء المقعة وتزين بهذا الخليط من البصل والطماطم لتخرج بهذا الشكل. هذه طال عمرك مقعة طال عمرك نحط فيها، إذا خلص من التنور إذا طال عمرك طلعناه من التنور واستوى عاد ظهرناه ودقناه طال عمرك وحطناه في المقعة. ايوه ونكب عليها المرقه والبصل والطماطم ونجيب المصوات، تعرفون المصوات؟ نعم. نمرده، هذا يقول له مرد، نمرده في المصوات طال عمرك ونقدمها طال عمرك للناس، وهي مطلوبه طال عمرك في المحافظه، اكله شعبيه طال عمرك ممتازه وجد ولذيذه. قال الاكل جاهز الان وبالهنا والشفاء، يا مرحبا والله ما. ويبقى هذا الرجل محبا لصنع الاكلات الشعبيه ليختتم نهاره وساعات العمل الطويلة بجلسة حول أكلة المقعة تجمعه بأصدقائه. المقعة أكلة شعبية يعرفها أهل الأفلاج جيدا، لم تندثر ويتناولونها كل يوم من خلال هذه الطقوس. خلف الخلف MBC محافظة الأفلاج.